Muammar Al Gaddafi, The Green Book, Part 1. The solution of the problem of democracy, the authority of the people. Popular congresses and people's committees. Popular congresses are the only means to achieve popular democracy. Any system of government other than popular congresses is undemocratic. All the prevailing systems of government in the world today are undemocratic unless they adopt this method. Popular congresses are the end of the journey of the masses, movement in its quest for democracy. الرحمن الرحيم. أيها الشعب الليبي العظيم، تنفيذا لإرادتك الحرة وتحقيقا لأمانك الغالية واستجابة صادقة لنداءك المتكرر الذي يطالب بالتغيير والتطهير ويحث على العمل والمبادرة ويحرض على الثورة والانتظام، قامت قواتك المسلحة بلقاحة النظام الرجعي المتخلف والمتعفن الذي أسم رائحته في نتنا الأنوف واقشعرت من رؤية عالمه الأبدان، وبضربة واحدة من جيشك البطل تهاوت الأصنام وتحطمت الأوثان، فانقطع في لحظة واحدة من لحظات القدر الرهيبة ظلام العصور من حكم الأتراك إلى جو الطليان إلى عهد الرجعية والرشوة والوساطة والمحسوبية والخيانة والغدر. وهكذا منذ الآن تعتبر ليبيا جمهورية حرة ذات سيادة تحت اسم الجمهورية العربية الليبية، صاعدة بعون الله إلى العمل إلى العلا، سائرة في طريق الحرية والوحدة والعدالة الاجتماعية، سافلة لأبنائها حق المساواة، فاتحة أمامهم أبواب العمل الشريف، لا مغزوم ولا مغبون ولا مظلوم ولا سيد ولا مسود، بل إخوة أحرار في ظل مجتمع توافرف عليه إن شاء الله راية الرخاء والمساواة. فهاتوا أيديكم وأفتحوا قلوبكم وأنسوا أحقادكم، وقفوا صفا واحدا ضد عدو الأمة العربية، عدو الإسلام، عدو الإنسانية الذي أحرق مقدساتنا وحق مصرفنا. وهكذا سنبني مجدا ونحمي تراثا ونفخر بكرامة جرحت وحق نصفت. فيا من شاركتم عمر المختار في هذا المقدس من أجل ليبيا والغروب والإسلام، ويا من قاتلتم أحمد الشريف قتالا حقا، يا أبناء البادية، يا أبناء الصحراء، يا أبناء المدن العريقة، يا أبناء الرياف الطاهرة، يا أبناء القرى، قرانا الجميلة الحديدة، ها قد دقت ساعة الأمل فإلى الأمام. وإن يسرني في هذه اللحظة أن نطمن إخواننا الأجانب بأن ممتلكاتهم وأرواحهم سوف تكون في حماية القوات المسلحة، وإن هذا العمل غير موجه ضد أي دولة أجنبية أو معاهدات دولية أو قانون دولي معترف به، وإنما هو عمل داخلي بحت يخص ليبيا ومشاكلها المزمنة. وإلى الأمام، والسلام عليكم ورحمة الله. أفواج بعد أفواج، أفواج بعد أفواج،
Shake.